لا تتعود على المشاهد. كنا شفنا توحد العرب من خلال دعمهم لاخوانهم في فلسطين وغزة، ونصرتهم القضية الفلسطينية ومحاولتهم من نشر الصور والفيديوهات للمجازر اللي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد اخواننا في غزة. هاي الجرائم اللي استمرت لفترة طويلة واللي كان القصف مستمر بشكل يومي ومتكرر، واللي الكيان الصهيوني يستخدم ابشع انواع الاسلحة ومنها محرمة دوليا. وما بقى شخص ما حاول ينشر عن القضية الفلسطينية وعن الحرب ضد غزة ولو منشور أو صورة أو فيديو. واستمرت محاولة نشر ونصرة القضية الفلسطينية لفترة طويلة، لكن بعد ما طالت الحرب ضد أهلنا في فلسطين بدينا نشوف فتور من كثير من الناس ونسيانهم للقضية وتركهم للنشر والتوعية وإظهار جرائم الكيان الصهيوني. وهذا كله بسبب ان الحرب طالت وماكو اي تحرك دولي فعلي على الارض، فكثير من الناس صار عندهم ملل او برود او بدأوا يحسون نفسهم انهم ما راح يقدروا يساعدون اهلنا في فلسطين باي شيء. فكنا لاحظنا على نفسنا انه حتى صرنا ما نهتم للفيديوهات او الصور اللي تجينا من داخل القطاع في فلسطين، وشيء اكيد التوقف عن نشر الصور والفيديوهات عن اهلنا في فلسطين راح يسوء مصلحة الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه. فلا تنسى، الحرب ما زالت مستمرة على غزة والجرائم ما زالت ترتكب إلى حد هذه اللحظة. وتذكر، لولا تضامننا ونشرنا والمظاهرات اللي سوتها البلدان العربية ما وصلت الحقيقة إلى البلدان الأخرى الغربية والأوروبية وغيرها، وعرفوا الحقيقة اللي كان مغيبة عنهم الإعلام، وبدأوا بنصرة القضية الفلسطينية وأهلنا في فلسطين، وبدأوا يقفون ضد حكوماتهم اللي منعت رفع العلامة الفلسطينية، منعت المظاهرات، ومنعت أي تنديد أو أي شيء يصب في مصلحة الفلسطينيين. هذا كله حصل من خلال التكاتف والنشر، وهذا يعد أبسط شيء يعني نقدر نقدمه لأهلنا في غزة. فمن خلال تكاتفنا ونشرنا للصور والفيديوهات والحقائق والمنشورات بكافة اللغات وصلت الحقيقة للغرب، وبدأوا يقفون ضد حكوماتهم وكشفت حقيقتهم وطلع وجههم الحقيقي. ولا تنسى انه هذه الحرب مو حرب وحده، انما هي حربين، حرب على الارض وحرب اعلاميه. فاليوم مواقع التواصل الاجتماعي تحاول قدر الامكان تحجب الفيديوهات اللي تتكلم وتنقل الحقيقه اللي في فلسطين، لدرجه وصلت انها تحذف الفيديوهات وتبند الحسابات اللي تدعم القضيه الفلسطينيه واللي تنقل الحقيقه اللي موجوده داخل فلسطين وداخل غزه، واللي هي تحاول ان تظلل عليها وتخفيها من الواقع. فلا تتوقف عن النشر ونصر القضية الفلسطينية، وهذا أبسط شيء نقدر نسويه ونقدمه لأهلنا في فلسطين. ونسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عنهم وأن توقف هذه الحرب وأن يكون في عونهم وأن يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم وينصرهم على من عاداهم.